السلام عليكم أصدقائي. أصدقائي، اليوم أنا كلمت الطبيب النفسي، والحمد لله اللي تقريبا سنة بروح على الطبيب النفسي، وبسألي اليوم شيء أدهشني، يعني عن جد أدهشني. قلت له عن فكرة عندي إياها، بأنه هي فكرة مشان أتخلص من الديون اللي علي. فقلت له هي يعني يمكن تكون فكرة سخيفة، ولكن فكرة عجبتني. فهو شو رد علي؟ قال لي ليش انت بتستخفي بافكارك؟ ليش انت بتستخفي بقراراتك وارائك؟ يعني انت كثير انسان عندك افكار جيده جدا، ولكن انت بتستخفي برايك. فقال لي لو في انسان اجى قال لك نفس الفكره، شو بتكون ردة فعلك؟ راح تقولي له لا هاي فكره سخيفه، ولا راح تقولي له برافو ما شاء الله عليك استمر؟ فليش انت ما بتشجعي نفسك بهاي الطريقه؟ بصراحه ماكو كلام، يعني انا ما كان عندي كلام بعد هيك. ليش انا فعلا بستخف بارائي؟ فسكرت خط التلفون مع الطبيب النفسي. على فكره الطبيب النفسي مش عيب للانسان، للناس اللي بتفكر انه بس المجانين بيروحوا على الدكتور النفسي. اهو عائل بروح على دكتور نفسي، يمكن انا الوحيد اللي افكر نفسي عائل، بس اوكي. فانا فعلا سكرت الخط وبقول ليش انا بستخف بافكاري وارائي؟ يعني ليش؟ بس فكرت بالموضوع، يعني احنا كمجتمع عربي يعني للاسف مندمر نفسيه الشباب، مندمر نفسيه بعض. يعني والله العظيم لو أنا إنسان مش عربي، لو أنا إنسان ألماني أو أمريكي أو بريطاني، إخواني وأخواتي اللي بالمجتمع العربي أو اللي بالجالية العربية راح يقولوا لي واو you're great، الله على الامتياز. ولكن لأني أنا إنسان عربية بواجه انتقاد من الجالية العربية، وهي مش بس على مستوى ال like the adults، على مستوى الطفل. يعني أنا خلقت وتربيت بولاية كولورادو دنفر. هلأ لما كنا بدنفر كان عندي طموح إنه واو بقدر أعمل وأعمل وأعمل وما أدري شو. بعدين أهلي خلونا نروح نعيش بالمجتمع العربي، الحمد لله تعلمنا عربي تعلمنا دين، ولكن تحطيم نفسي بشكل رهيب. يعني ومش تحطيم نفسي من غريب، تحطيم نفسي من خالات وعمات وما أدري مين. يعني بيكون طفل بيلعب عادي، بيلعب كرة، بيلعب طابة، بيلعب فوتبول. الناس بتروح بتقول له او خالتك او عمتك او عمك او خالك بيروح بيقول لك ليش يا اهبل ما تروح تدرس، مفكر حالك فالح؟ مش فالح. يعني احنا بنسمع كلام سلبي منذ الصغر. يعني انا لما رحنا على الدول العربية اهلي قالوا لي لو سمحت تعلمي عربي، لأني أنا كنت كثير أشتاق لولاية كولورادو لأني تربيت فيها. قالوا لي تعلمي عربي بترجم رجعك على كولورادو. ففعلا أنا كنت على طول ماسك كتب أدرس يا بنت. تيجي خالتي بتقول لي ليش تدرسي، مفكرة حالك فالحة؟ ما آخرتك تروحي على مطبخ واحد تضلي تطبخي وتجلي طول نهارك. يعني فهذا يعني منذ الصغر ان تكون عندنا افكار معينه. الناس اقاربنا بتستخف بارائنا. فلما انا شخصيا الحمد لله كبرت وقطعت الناس اللي بتعطيني سلبيه بحياتي. اي انسان بيضل يقول لي كلام سلبي قطعته من حياتي. وما تقولوا ليش صله الارحام، اوكي صله الارحام على عيني وراسي، ولكن اذا انسان على طول بيكرهك وبقول لك كلام سلبي ليش يكون متواجد بحياتي؟ ولكن اكتشفت اليوم مع المكالمه الطبيب النفسي انه انا مش بحاجه لاي انسان يقول لي انت لا تستطيع تعمل شيء، او انت قراراتك سخيفه، او انت ارائك سخيفه. لانه صار عندي برمجه داخليه بدماغي انه ارائي سخيفه. ليش؟ لانه منذ الصغر اقارب بيقولوا لي انت انسان سخيف، انت افكارك سخيفه، انت بحياتك عمرك ما توصل.
وبعدين من كبر اوكي بيصير في ضيق. اكيد في كثير مجتمعات الى يومنا هذا بيعملوا زواجات تقليديه، وبالزواج التقليدي يعني خصوصا اذا انت بنت وماخذه شاب يعني اوقات الا من رحم ربي، طبعا الا من رحم ربي، ولكن في كثير اوقات العائله الرجل ما تريدك تصيري احسن من ابنهم، او ابنهم حتى زوجك ما يريدك تصيري احسن منه، لان شو الناس بدها تحكي، فبيضلوا يحطموا معنوياتك اكثر واكثر. الا من رحم ربي طبعا، مش كل الناس سيئه، ولكن في هاي النماذج عنا اياها بكثره بالدول العربيه. فاذا انت انسانه وانت انسانه عم بتستخفي برايك، او بيكون عندك راي معين او فكره معينه، وبيصير عندك شك بحالك بانه لا انا اعمل هيك، لا هي اكيد فكره سخيفه، لا ما بدي الناس تتخوت علي، فراجع نفسك ليش انت عم بتفكر بهاي الطريقه. لانه يعني للصراحه يعني انه يعني لما رحنا على لما كنت انا بمجتمع عربي اتعلم العربي، ناس كثير تخوتت علي. يعني حتى انا كنت احب العب رياضات معينه، ولكن المجتمع او يعني ناس كانت تتنمر علي انه يي بنت بتحب تلعب طابه، ولا الحمد لله ماكو رياضه، يعني عجبكم هيك ماكو رياضه. يعني كل هاي الامور النفسيه والعقد النفسيه اللي عندنا اياها بتصير منذ الصغر. فاحنا كناس ادولتس يعني عالم يعني واعيه، لازم شوي لما تشوف حالك عم بتستقل او بتستخف برايك، راجع نفسك قول ليش خالد احسن منك بشو، عدم احسن منك بشو، براين إيريك احسن منك بشو. فهاي يعني هاي ما بعرف، حسيت هاي يعني شيء مهم اني طلعت احكي عنه بالعربي. وانا ما بعرف بصراحه اذا انتم بتحبوا فيديوهاتي بالعربي ولا لا. اوقات لما اتكلم بالعربي الناس بتقول لي انت بتحكي زي الهنود، ولكن انه مش عيب الواحد يحكي زي الهنود، ولكن انا شويه اشعر بالتوتر لما يكون مرت علي فتره طويله انا ما تكلمت بالعربي. فانا الصراحه ما بعرف اذا بتحبوا الفيديوهات بالعربي ولا لا. اذا بتحبوها بالعربي قولوا لي مشان اعمل اكثر منها، وإذا ما بتحبوها بالعربي برضو قولوا لي مشان ما أعملها مرة تانية. بس حسيت هاي فكرة جيدة، لازم توصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي تربوا مثلي، حلو، اللي كان عندهم أمال وطموح وكان عندهم خالات ولا عمات دمروا لهم إياها على صغر. فإلى الآن بنحاول نتعافى ونتشافى من الكلام السلبي اللي نقال لنا. فعلا الكلمة الطيبة صدقة. يعني أنا اليوم فاهمة ليش الكلمة الطيبة صدقة، لأنه كلام إيجابي ممكن يضل معك طول العمر، وكلام سلبي بيضل معك طول العمر إلا إذا اشتغلت على نفسك. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي. باي.